في الفيديو الحالي هنتكلم عن ثالث نوعية للإسينشال فانكشنز وهي الباور فانكشنز دوال القوة بعد اللينير فانكشنز والبولينوميال فانكشنز اللي اتكلمنا عليهم في الفيديوهين السابقين. شكل الباور فانكشن f of x بياخد الصورة k x باور a حيث ال k وال a جميع القيم اللي في الريال نمبرز، ولكن في بعض الديفينيشنز ومنها الديفينيشنز الخاص بجيمس ستيوارت اللي بندرس من منهجه ال k is restricted to 1 only، لا بتاخد نيجاتيف 1 ولا 2 ولا نيجاتيف 2 ولا any other constant، فقط 1. وبالتالي شكل الباور فانكشن بياخد الصورة x باور a حيث ال a تاخد اي قيمة في الريال نمبرز. ايضا هندرس بعض الكيسز الخاصة للباور فانكشنز وليس بشكل عام. الكيس الاولى اللي هنركز عليها لما تكون ال a is a positive integer رقم صحيح موجب 1 2 3 4 واحنا ماشيين، وبالتالي ده بيديني نوعيتين من الباور فانكشنز. النوعية الأولى هي الـ even functions دوال الزوجية، الـ a equals 2 4 6 واحنا ماشيين، وبالتالي عندنا quadratic function by quadratic function x power 6 x power 8 وهكذا. الـ even functions زي ما مر علينا بتكون symmetric about ال y axis، وهنشوف الجرافس الخاصة بها بعد شوية. النوعية الثانية هي ال odd functions لما تكون ال a equals 1 3 5 واحنا ماشيين، وبالتالي ده هيديني ال linear functions ال cubic functions x باور 5 x باور 7 وهكذا. والاود فانكشنز زي ما مر علينا بتكون سيمتريك اباوت اوريجين وهنشوف مجموعة جرافس اللي تمثل الاود فانكشنز. اي ايفن باور فانكشن مثل ال y equals x سكوير أو y equals x power 4 أو y equals x power 6 and so on، هنجد إن كامل الجراف اللي بيمثل الفانكشن موجود فوق محور الx، مفيش أي جزء من الجراف تحت محور الx، وبالتالي دايما قيم الفانكشن يا زيرو يا قيم موجبة، مفيش أي قيم سالبة للفانكشن. الجراف symmetric about ال y axis، ممكن نقول على y equals x square polynomial of degree 2، ممكن نقول عليها quadratic function، وطالما انها one term والleading factor ب1 نقول عليها power function او even power function. ايضا ال y equals x power 4 ممكن نقول عليها polynomial of degree 4، نقول عليها by quadratic function، وطالما انها one term والليدنج فاكتور اللي مع الاكس باور 4 ب1 نقول عليها باور فانكشن او ايفن باور فانكشن. لو جمعنا الجرافس لاكثر من ايفن باور فانكشن على نفس الجريد هنجد انها بتتقاطع في نقطتين الاكس ب1 والواي ب1، الاكس بنيجاتيف 1 والواي ب1. إذا رسمنا خط أفق يمر بنقطتين التقاطع هنجد إن تحت الخط كلما زاد باور الفانكشن
بتصبح فلاتر وتقرب اكثر من محور الاكس. الجراف اللي باللون الاخضر يمثل اكس باور 6، هنجده تحت الجراف اللي بيمثل الكيرف اكس سكوير، يعني قيم الاكس سكوير اكبر من الاكس باور 6 في الفتره من نيجاتيف 1 ل 1. بعد ما نعدي الاكس ايكوالز 1 يمينا واكس ايكوالز نيجاتيف 1 يسارا، نجد ان الكيرف اللي ليه باور اكبر مثل الاكس باور 6 يصبح ستيبر ويقرب لمحور الواي اكثر من الاكس سكوير، وبالتالي قيم الاكس باور 6 اكبر من الاكس سكوير اذا ابسولوت الاكس جريتر ذان 1. الاكس باور 4 ان بتوين في الحالتين، تحت الخط الاسود وفوق الخط الاسود، هنجد ان هو موجود بين الاكس سكوير والاكس باور 6. اي اود باور فانكشن مثل y equals x كيوب او y equals x باور 5 او y equals x باور 7 and so on، هنجد ان الجراف اللي بيمثل الفانكشن موجود فقط في الكوادرانتس 1 and 3، واللي موجود في كوادرانت 1 ميرور مع الموجود في الكوادرانت 3 about الاوريجين، يعني الجراف سيمتريك about الاوريجين. قيم الفانكشن ممكن تكون موجبة او سالبة او زيرو، وبالتالي الرينج للأود باور فانكشنز هو كل الريال نمبرز، بخلاف الايفن باور فانكشنز كانت فقط greater than or equals to zero. لو جمعنا اكثر من جراف لأود باور فانكشنز على نفس الجريد، هنجد انها تتقاطع في نقطتين اللي هي 1 و 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. الايفن باور فانكشنز كانت بتتقاطع في 1 و 1 ونيجاتيف 1 و 1، اما الاود باور فانكشنز بتتقاطع 1 و 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. الاود باور فانكشنز تتفق مع الايفن باور فانكشنز في ان كلما زاد الباور الفانكشن اصبحت فلاتر وقربت اكثر لمحور الاكس في الانترفال من نيجاتيف 1 ل 1. فنجد ان الكيرف الاحمر اللي هو يمثل اكس باور 5 اقرب لمحور الاكس من الاكس كيوب في الانترفال من نيجاتيف 1 للبوزيتيف 1. بعد ال 1 جهة اليمين والنيجاتيف 1 جهة اليسار، نجد ان الجراف اللي باللون الاحمر اللي بيمثل الاكس باور 5 اصبح ستيبر وقرب اكثر من محور الواي. النوعية الثانية اللي هنركز على دراستها في الباور فانكشنز لما تكون صورتها f of x equals x power 1 over a، حيث الـ a is a positive integer، أرقام صحيحة موجبة، وده هيديني نوعين جدد من الباور فانكشنز. نوعية اسمها even root functions، هي باور فانكشنز ولكن هنديها اسم root لانها ممكن تتحط على شكل root functions. أمثلة x باور هاف ممكن نحطها على شكل سكوير روت للإكس، تحط اتنين هنا أو ما تحطش نفس الشيء. x باور 1 فورث تحطها على الشكل الفورث روت للإكس، وهكذا x باور 1 أوفر 6 ممكن تحطها على السيكث روت للإكس and so on. وهنشوف الجرافس الخاصة بالإيفن روت فانكشنز. النوعية الثانية هي الأود روت فانكشنز لما تكون الـ A بوزيتيف أود انتجر. أمثلة x
باور 1/3 تبقى الكيوبيك روت للإكس، إكس باور 1/5 1/5 ممكن نحطها على الشكل الفيفث روت للإكس، ومثلها الإكس باور 1/7 تتحط على الشكل السيفنث روت للإكس، وهكذا. وهنشوف أيضا جرافز تمثل الأود روت فانكشنز. كمثال للإيفن روت فانكشنز الإف أوف إكس إيكوالز سكوير روت أوف إكس، شكل الجراف للفورث روت أوف إكس أو السكس روت أوف إكس أو الإيث روت أوف إكس وهكذا تقريبا نفس شكل السكوير روت أوف إكس مع اختلاف بسيط. نقدر نميز بين جرافس الإيفن روت فانكشنز لما نشوفهم على نفس الجريد. كل الجرافس الخاصة بالإيفن روت فانكشنز بتمر بالنقطة اللي إحداثياتها x equals 1 y equals 1 مثل أي باور فانكشن، ولكن ما يميز الإيفن روت فانكشنز إن قيم الإكس لابد تكون greater than or equals to 0 لأنها داخل إيفن روت، مش ممكن تاخد قيم سلبة. نكتب إن الدومين للإيفن روت فانكشنز يبدأ من الزيرو، والزيرو معانا وتستمر يمينا للبوزيتيف إنفينيتي. قيم الفانكشن الناتجة عن التعويض بقيم إكس المختلفة ممكن تكون يا زيرو يا بوزيتيف أونلي، وبالتالي الرينج أيضا يبدأ من الزيرو ويستمر يمينا للبوزيتيف إنفينيتي. جراف أي even root function موجود فقط في الكوادرانت 1. كمثال للأود روت فانكشنز الـ f of x equals the third root of x أو الـ cubic root of x، جرافس الـ fifth root of x والـ seventh root of x وهكذا ليهم نفس شكل الـ third root of x مع اختلاف نقدر نميز بينهم لما نشوفهم على نفس الجريد بعد شوية. كل الأود روت فانكشنز بيمروا بنقطتين إحداثياتهم 1 و 1 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. الجرافز للأود روت فانكشنز موجودة فقط في الكوادرانتس 1 و 3. كل الأود روت فانكشنز symmetric about origin، اللي موجود في quadrant 1 symmetric about origin مع الموجود في quadrant 3. قيم الاكس للأود روت فانكشنز ممكن تكون اي قيمة في الريال نمبرز. تاني نكتب من الدومين كل الريال نمبرز، او نكتب من negative infinity للpositive infinity. ايضا الرينج للأود روت فانكشنز ممكن يكون أي قيمة للريال نمبرز، يعني من النيجاتيف إنفينيتي للبوزيتيف إنفينيتي. لبيان الفرق بين الإيفن روت فانكشنز رسمنا 3 جرافز لثري ديفرنت إيفن روت فانكشنز on the same grid. مثل أي باور فانكشن أي إيفن روت فانكشن بتمر بالنقطة اللي إحداثياتها 1 و 1. قبل الـ x equals 1 نجد إن كل ما زادت رتبة الجذر تكون قيمة الفانكشن أكبر. الجراف اللي شاورت عليه هو الـ 6th root للـ x، وكل ما قلت رتبة الجذر قلت قيمة الفانكشن قبل الـ 1. الجراف اللي باللون الأحمر هو square root of x. الجراف اللي باللون الأخضر الان بتوين هو الفورث روت للإكس. بعد الإكس إيكوالز 1 كل ما تزيد قيمة الإكس قيم الفانكشن تقل لو زادت رتبة الجذر. السكث روت أوف إكس قيم الفانكشن ليه أقل من الفورث روت للإكس إلا أقل من السكوير روت أوف إكس.
فمثلا الـ x equals 4 بعد الـ 1 هتبقى قيم الفانكشن أكبر كل ما قلت رتبة الجذر. سكوير روت للأربعة يديني 2، الفورث روت للفور بيديني 1.4 مثلا، السكث روت للفور بيديني 1.26. فكل ما زادت رتبة الـ even root function كل ما قلت قيمة الفانكشن بعد الـ 1، قبل الـ 1 بيحصل العكس. الجرافس لـ 3 different odd root functions على نفس الجريد هتبين لنا تأثير رتبة الجذر على قيم الفانكشن وشكل الجراف. أي odd root function بتمر بـ 3 points 1 و1 و0 و0 و -1 و -1. هنلاحظ ان كل ما زادت رتبة الجذر، الجراف اللي بشاورت عليه هو 7th root of x، بينما الاخضر هو 3rd root of x. في الانترفال من -1 ل1 هنجد ان كل ما زادت رتبة الجذر الابسولوت فاليوز لقيم الفانكشن بتزيد. فمن 0 ل1 هنجد ان الكيرف اللي يمثل 7th root of x اعلى شيء، ومن -1 ل0 هو اقل شيء، يعني الابسولوت فاليوز لقيم الاكس اكبر ما يمكن. الكيرف المتوسط بين الثيرد والسيفنث روت اوف اكس يمثل الفيفث روت اوف اكس، بينما في الانترفلز من بعد الاكس ايكوالز 1 وقبل الاكس ايكوالز نيجاتيف 1 كل ما زادت رتبة الجذر هنجد ان الابسولوت فاليوز لقيم الفانكشن بتقل. مرة تاني، ده السيفنث روت اوف اكس، قيم الفانكشن لجهة اليمين أقل من قيم الفانكشن للثيرد روت اوف اكس. وفي اليسار أيضا هنقول الأبسولوت فاليوز لقيم الفانكشن لأنها بالنيجاتيف للسيفنث روت اوف اكس أقل من الأبسولوت فاليوز لقيم الفانكشن اوف ثيرد روت اوف اكس. سؤال بيتكرر كتير هو عمل كلاسيفيكيشن لعدد من الجرافس تمثل انواع فانكشنز مختلفة. بالفيديو الحالي يهمنا التمييز بين الباور فانكشنز. اخذنا ازاي نميز بين الباور فانكشنز على الصورة x باور a، حيث ال a any positive integer سواء even او odd. وخدنا ازاي نميز بين ال even root functions، وخدنا ازاي نميز بين ال odd root functions. الشكل الحالي هيعلمنا ازاي نميز بين الباور فانكشنز على الصورة x باور a حيث ال a positive integer وبين any root function. لو لاحظنا الخط اللي يمر ب 0 و0 و 1 و 1 و 2 و 2 و negative 1 و negative 1 ونفس الشيء negative 2 و negative 2، يمين وفوق ويسار وتحت نفس الشيء، ده يمثل الكيرف او المعادلة او الفانكشن اللي هي y equals x. لسهولة التمييز بين اي باور فانكشن على شكل x باور a والروت فانكشن لاي درجة، ندرس الانترفال من 1 لبوزيتيف انفينيتي. هنجد ان كيرف الباور فانكشن على الصورة x باور a دايما فوق الخط اللي يمثل y equals x، بينما الكيرف اللي يمثل اي روت فانكشن من اي درجة سواء 2 3 4 تحت الخط اللي هو y equals x. وبالتالي قيم الفانكشن لل y equals x باور a اكبر من قيم الفانكشن
على الخط y equals x، وقيم الفانكشن على الكيرف اللي يمثل الانث روت لx أقل من قيم الفانكشن على y equals x. لو عندنا odd functions ممكن ندرس أيضا الانترفال من نيجاتيف 1 لنيجاتيف انفينيتي، ولكن ندرس أو نقارن الأبسولوت values لقيم الفانكشن. فال y equals x هنجد فوقه الانث روت للإكس يعني أي روت فانكشن، وهنجد تحته أي باور فانكشن على الصورة y equals x باور a. لو عندنا الجزء اليمين اللي هو من 1 لبوزيتيف انفينيتي موجود هيكون أسهل دراسته، ولو عندنا أيضا الجزء اليسار ممكن ندرسه لو كان عندنا odd functions. طبعا الـ even functions مش موجودة في الجزء اليسار. الكيس الثالثة والأخيرة لدراستنا للباور فانكشنز هيكون للشكل f of x equals x power negative a، وتحديدا لما الـ a equals 1 or الـ a equals 2. إذا الـ a equals 1 يبقى الـ f of x equals x power negative 1 ممكن نحطها على الصورة 1 over x الـ x linear function. الـ 1 over x تسمى الـ reciprocal مقلوب of linear function. إذا الـ a equals 2 يبقى الـ f of x equals x power negative 2 ممكن نحطها على الصورة 1 over x square which is square function. الـ 1 over x square تسمى reciprocal of squaring function. جراف الفانكشن اللي بيمثل reciprocal of linear function بيمر بالبوينتس 1 و 1 جهة اليمين، ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 جهة اليسار. زي ما احنا شايفين جزء الجراف اللي موجود في كوادرانت 1 ميرور مع جزء الجراف الموجود في كوادرانت 3. الفانكشن سيمتريك اباوت اوريجين، وبالتالي هي اود فانكشن سيمتريك اباوت اوريجين. الدومين كل قيم الاكس ما عدا الاكس ايكوالز 0، الفانكشن غير معرفه عندها، وفي فيرتيكال اسيمتوت للفانكشن عند الاكس ايكوالز 0، فهي كل الريال نمبرز ما عدا الزيرو. فممكن اكتب من نيجاتيف انفينيتي للزيرو يونيون من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي. ايضا الرينج ياخد كل القيم ما عدا الزيرو، فهو ممتد من النيجاتيف انفينيتي للزيرو، الزيرو مش معانا، ثم من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي. الجراف اللي يمثل reciprocal of squaring function اللي على اليمين ايضا يمر بالون وون جهة اليمين، اما جهة اليسار فيمر بالنيجاتيف ون وون. الجراف سيمتريك اباوت محور الواي، جزء الجراف اللي موجود في كوادرانت 1 ميرور مع جزء الجراف الموجود في كوادرانت 3. نقول على الفانكشن انها ايفن فانكشن، ونقول عنها انها سيمتريك
about y axis. الدومين زي ما احنا شايفين واخد كل قيم الريال نمبرز ما عدا الصفر في vertical asymptote عند ال x equals 0، وبالتالي الدومين من نيجاتيف انفينيتي للزيرو، الزيرو مش معانا، اتحاد او يونيون من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي. قيم الفانكشن اللي هو الرينج يبدأ من الصفر، الصفر مش معانا، وكل البوزيتيف انتجرز للبوزيتيف انفينيتي، وبالتالي اقول من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي.